بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم ومرحبا في فيديو جديد مع قناة مستر إسماعيل حلمي. النهاردة إن شاء الله يا شباب هناخد الجزء الثاني من ليسون 3-4، الجزء بتاع الجرامر بتاع القواعد. هنبدأ نشوف زمن المضارع البسيط هنا معانا نظامه إيه. The present simple tense، زمن المضارع البسيط، الزمن ده تاخده من سراء ابتدائي، خدته في رابعة وخمسة وستة، زمن سهل جدا ويعتبر من اهم الازمنه بتاعه الايه الانجليش. المضارع البسيط ده احنا عندنا جمله بتتكون من ايه الاول؟ بتتكون الجمله من فاعل وفعل ومفعول. الجمله بتتكون من فاعل وفعل ومفعول او صفه. يبقى رقم واحد في الجمله اسمه فاعل، اثنين اسمه فعل، ثلاثه اسمه اوبجكت او مفعول. اهم حاجه رقم واحد واثنين. الفعل دوت اللي هو بيعرفني الزمن اللي هو الفيرب. الفاعل ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون واحد من السبعه بتوعنا اللي هم اي وزي ووي ويو وي وشي وات، او اسم مفرد او اسم جمع. ده اسمه فاعل رقم واحد في الجمله. بيكون ايه رقم واحد في الجمله؟ اي هي وشي وات واسم مفرد، او اي ويو ووي وذي واسم جمع. ده الفاعل. اما الفعل هو اللي بيعرفني الزمن. يبقى لما نشوف الفعل هنا، فعل في المصدر او مضاف له اس او اي اس او اي اس، اعرف ان انا مضارع بسيط بمنتهى البساطه. يبقى عشان تعرف الجمله الخبريه المثبته في المضارع البسيط بتعمل ايه؟ بص على الفعل، لقيته في المصدر يبقى مضارع بسيط، لقيته مضاف له اس او اي اس او اي اس يبقى ده مضارع بسيط. يبقى الفعل في المضارع البسيط ليه شكلين، مصدر او مضاف له اس. اس مع مين؟ مع يمشي وات واسم مفرد. مصدر مع مين؟ مع اي او يو او زي او وي او اسم جمع. تعال بص لمثال كده اهو. وي يوجوالي بلاي تنس اون فرايداي، نحن عاده بنلعب تنس يوم الجمعه. اهو وي جمعها ايه؟ فعل في المصدر. امال ايه يوجوالي دي؟ اه ده مفتاح. احنا عندنا مفاتيح كل زمن من الازمنه له كلمات بتدل عليه. يوجوالي دي من الكلمات الداله على المضارع البسيط، هنقولها كمان شويه. تمام؟ يبقى وي فاعل، بلاي فعل في المصدر، تنس مفعول. اهو ماي جراند بيرنتس اجدادي سام تايمز احيانا يوز ا كمبيوتر، احيانا بيستخدموا الكمبيوتر. فين الفاعل؟ ماي جراند بيرنتس. فين الفعل؟ مصدر اهو يوز. ليه مصدر؟ عشان دي جمع والكمبيوتر ده مفعول. امال ليه سام تايمز ده؟ دي كلمه من الكلمات الداله على المضارع البسيط، ده مفتاح. يعني ايه مفتاح يا مستر؟ يعني لما تيجي في الكلمه، تيجي في الجمله بتعرفني ان انا مضارع بسيط. طيب يبقى هنا المضارع البسيط بنعرفه من حاجتين، شكل الفعل مصدر، وعندي المفاتيح دي بتدل على الزمن. بص هنا، رودينا او علي سام تايمز ليسن تو ذا راديو. رودينا اسم مفرد، علي اسم مفرد. ممكن اشيل رودينا واحط شي، ممكن اشيل علي واحط هي. يبقى لو بدات الجمله بهي او شي او ات او اسم مفرد، نحط فعل مضاف له اس، هو ليسنز تو ميوزك، خلاص تو ريديو. طب ايه سام تايمز؟ ده مفتاح من مفاتيح المضارع البسيط، يعني كلمه من الكلمات اللي بتدل على المضارع البسيط. لما تجيلي في الجمله بعرف ان انا مضارع بسيط، لانه ممكن يحط لي الفعل في الاختيارات. نكمل هنا، بيقول لي بقى امتى بنضيف اس للفعل؟ لو بدات الجمله بهي وشي وات او اسم مفرد. اهو مروه يوجوالي بلايز، اهي مروه عاده بتلعب، اس اهو ليه؟ عشان ده مفرد اهو. تمام؟ تنس اون فرايدايز. طب هنا امتى بنضيف للفعل اي اس؟ طب ممكن مروه دي لو احط بدلها هي او شي، ممكن ابدا مثلا بجمله بكلمه ات، زي مثلا اقول على القرد ات لايكس بانانز، هو بيحب البانانا. تمام؟ طيب نمبر 2، يضاف للفعل اي اس امتى بقى؟ لو بدانا الجمله بيمشي وات، بس بشرط يكون الفعل منتهي باس اس او سي اتش او اس اتش او 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 اكس. زي الفعل واتشز منتهي بايه؟ منتهي بسي اتش، هو واحده من نهايات الخمسه، يبقى ضيف له اس. يبقى احنا في الساعات يا شباب لما الجمله تبدا بهي وشي وات، مش بنضيف اس بس، لا ده احنا بنضيف اس. طب امتى بنضيف اس؟ لو كان الفعل اللي عندي في الجمله الفعل بتاعي اخره اس اس. زي الفعل مثلا، ناخد امثله عليهم، الفعل كروس اخره اس اس، الفعل ووش اخره اس اس، الفعل جو اخره او، والفعل فيكس جو يعني يذهب. طبعا عندي الفعل فيكس يعني يثبت خلاص او يعلق على الحائط، وعندي الفعل ووتش هنا اهو اللي عندنا في المثال اخره سي اتش. يبقى عندي كام فعل؟ 1 2 3 4 5، ودي 1 2 3 4. دي امثله على الافعال المنتهيه بالنهايات دي. كروس يعبر، يبقى كروسز هضيف له اس. ووش يغسل، يبقى ووشز هضيف له اس. جو يذهب، يبقى جوز هضيف له اس. فيكس يصلح، يبقى فيكسز. وادي ووتش يشاهد، يبقى واتشز اي اس. سهل جدا ما فيهوش حاجه. طيب نيجي بقى لقاعده الواي بتاعتنا اللي عندنا في كل الجرامر. هو قاعده الواي، لو الفعل انتهى بحرف واي وقبل الواي حرف ساكن. طب يعني ايه ساكن يا مستر؟ يعني مش متحرك. طب
طب ايه الحروف المتحركه الفاولز خمسه اللي هم مين؟ اي 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 او يو. دول اسمهم كم حرف؟ خمس حروف متحركه. باقي عندي كم حرف؟ الانجليزي فيه 26 حرف، يبقى عندي 5 زائد 21 هيساوي 26 حرف في اللغه الانجليزيه. يبقى 21 حرف كونسوننت ساكن وخمس حروف متحركه فاولز. لو الفعل انتهى بحرف واي وقبل الواي حرف ساكن، يعني ايه ساكن يا مستر؟ يعني كونسوننت. يعني ايه كونسوننت برضه؟ يعني مش متحرك، يعني مش واحد من مش من الخمسه دول. اي حرف غير الخمسه دول اسمه حرف ساكن ليس متحركا. اهو امل اولويز ستاديز، الفعل ستادي كان اخره واي، حذفنا الواي وحطينا بدلها اي اي اس عشان بدانا الجمله بفاعل مفرد، يعني اسمه مفرد. يبقى امل اولويز ستاديز هارد فور هير اكزامز، امل دايما تذاكر بجد لامتحاناتها. طيب لاحظ المضارع بسيط مع فيرب تو بي اللي هو ام ويز وار. ما هي ام ويز وار دي افعال على فكره، ام يعني يكون، از يعني يكون، وار يعني يكونون. اهو اي بتاخد ام، الكلام ده عيب نقول طبعا تكبار دلوقتي، اي ام، وهيمشي وات بتاخد از، ويو ويو دي واسم جمع ياخد ار، الكلام ده هناخده من ابتدائي. اهو يتم استخدام فيرب تو بي في زمن المضارع البسيط كالاتي، مثلا اقول مثلا مع فيرب تو هاف، ما هاف معناها يملك وبيجي معاها هاز. اهو هي وشي وات واسم مفرد بتاخد معاه هاز، لما اقول هي هاز دينر هو يتناول العشاء، خلاص. طيب اي ويو ويو ذي بيجي معاه هاف بمعنى يمتلك. اي هاف ا كار دي جمله في المضارع البسيط معناها انا امتلك سياره. وادي الكي ووردز المهمه جدا 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 اللي هي الكلمات الداله على المضارع البسيط اللي لما تجيلي في الجمله اعرف ان انا مضارع بسيط. عندي هنا اولويز دايما، يوجوالي عادة، often التي سايلنت غالبا، sometimes احيانا، ونيفر معناها ابدا، وعندي كلمه اسمها every معاهم كمان هنضيف every يعني كل، every day كل يوم، every week كل اسبوع، every month كل شهر. خلي بالك بقى دول الخمسه دول اسمهم ظروف التكرار. بيجوا فين؟ بيجوا قبل الفعل الاساسي زي ما شفت في الامثله اللي فاتت. لاحظ انا ظروف التكرار السابقه تسبق الفعل الاساسي في الجمله اهو. ده she usually gets up early، هي تستيقظ. شفت يجوا اللي جت فين؟ جت قبل الفعل الاساسي. طيب اما لو كان عندي فيرب تو بي ام ويز وار، لا 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 هيجوا بعديه. يبقى ظروف التكرار الخمسه دول بيجوا فين؟ قبل الفعل الاساسي وبعد فيرب تو بي اللي هو بعد ام ويز وار. اهو المثال اهو شي از يوجوالي، هي عاده ليت فور سكول، تتاخر على المدرسه. اما ظرف التكرار افري اهو اللي احنا قلناه فوق من شويه اهو، افري اللي هو معناه كل، بيجي معاه مده. افري داي كل يوم، افري مانث كل شهر، every week كل اسبوع، every year كل سنه، every friday كل جمعه، every summer كل صيف، وهكذا. every day كل يوم، ممكن every تيجي في الاول او في الاخر اهو، اما ان تاتي في اول الجمله او في نهايتها. every day كل يوم I go to school، بروح المدرسه، او I go to school every day، كلام سهل جدا وخدته قبل كده بس في اولى مشروح لك بالتفصيل شويه. طيب عند السؤال عن ظروف التكرار، لما اجي اسال عن ظروف التكرار اللي هم اولويز ويوجوال وسمتايمز واوفن، ده بنسال عليهم بايه؟ بكلمه هاو اوفن، يعني كم مره. اوكي اهو هاو اوفن دو او داز، الفعل المساعد عندي في هنشرحه كمان شويه. هاو اوفن دو يو بلاي فوتبول، ترجم كده كم مره انت بتلعب كره قدم. الاجابه انا دايما، انا عاده، انا كثيرا ما، انا احيانا، انا ابدا، لا I usually play football، أنا عادة بلعب كرة قدم. أو ذكر عدد مرات الفعل، ما هي أوفن معناها إيه؟ معناها كم مرة؟ ممكن أجاوب بكلمة once يعني مرة، twice مرتين، طب ثلاث مرات يبقى أقول إيه؟ three times. أربع مرات four times، من ثلاثة وأنت طالع حط كلمة three، حط الرقم جنب كلمة times. تمام؟ يبقى مرة معناها once أوي، مرة في الأسبوع. أو توايس أ ويك، مرتين في الأسبوع. ثري تايمز أ ويك، ثلاث مرات في الأسبوع. فايف تايمز أ ويك، خمس مرات في الأسبوع. 10 تايمز أ ويك، 10 مرات في الأسبوع. يعني المهم كلمة 10 تايمز 10 مرات، 20 تايمز 20 مرة، وهكذا. خلاص؟ يبقى كلمة هاو أوفن بجاوب عليها بحاجتين، يا إما كلمات الدالة على المضارع البسيط اللي هي يوجوالي وأولويز وسمتايمز وأوفن ونيفر، وبجاوب عليها بكلمة مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو وانس مرة، توايس مرتين، ثري تايمز ثلاث مرات، وهكذا. تعال نشوف بقى النفي، لما نحب ننفي جملة في المضارع البسيط بنحط قبل الفعل دونت أور دازنت. وأي فعل
اي فعل في الانجليش يجي بعد don't او doesn't او بعد do او does لو كانوا مثبتين مصدر يعني فعل مش مضاف له حاجه، اي فعل يجي بعد don't و doesn't واختهم التالتة didn't بيكون فعل في الايه في المصدر. طب don't بتيجي مع مين؟ I we you they واسم جمع، و doesn't اللي فيها حرف الاس دايما بتيجي مع هيمشي و it اللي فيها حرف الاس، does فيها اس اهي وخدنا قبل كده is فيها اس بيجي مع هي وشي وات والاسم الايه المفرد. I don't get up at 6 o'clock on Friday. I خدت معها don't ودونت تجي بعدها فعل في الايه؟ فعل في المصدر. انا لا استيقظ الساعه 6 يوم الجمعه. طب هنا هي وشي وات هيجي بعدهم don't doesn't ومصدر. خلاص؟ doesn't وفي ومصدر. المثال اهو لاحظ حرف الاس يحذف من الفعل عند النفس زي ما اتفقنا، اي فعل يجي بعد don't doesn't بيكون في المصدر. هي doesn't play doesn't ومصدر اهو. doesn't مصدر. football every Thursday. طيب هنا خلي بالك في كلمة اسمها never. never معناها برضو لا للنافي، بس never دي مش زي don't و doesn't مش بترجع الفعل للمصدر، بنسيب حرف الاس زي ما هو. خلاص يبقى never تستخدم في النافي مع عدم حذف حرف الاس من المفرد الغائب. اهو the bus never stops الاس زي ما هي، يبقى never مش بترجع الفعل للمصدر بس لازم يكون هنا ايه فاعل مفرد. the bus مفرد never stop. طب لو شلت never وحطيت doesn't لا شيل اس، يبقى never ما بترجعش الفعل للمصدر، بتسيب الاس بتسيب الاس زي ما هي، لكن doesn't بتشيل الاس من الفعل. تمام؟ طيب السؤال بهل do does في اول السؤال معناهم هل، بجاوب عليهم يس نو، وزي ما اتفقنا اي فعل بعد do does بيكون في الايه في المصدر اهو. اي فعل بعد don't و doesn't مصدر. do ما فيهاش حرف الاس بتاخد معاها مين؟ i و you و we و they والاسم الجمع. اما does فيها اس اهي، حرف الاس ده ما بيحب مين؟ هيمشي وات والاسم المفرد. داز مع هيمشي وات والاسم المفرد. المثال اهو دو يو سبيك انجلش، هل تتحدث الانجليزيه؟ يس اي دو او نو اي دونت، سهل جدا. داز شي كوك ويل، ويل يعني جيدا، خلي بالك في ويل بالاي يعني سوف اللي هي كده دبليو اي ال ال دي معناها سوف، لكن دي ادفيرب بمعنى جيدا مش جيد، ها جيد اللي هي جود لكن دي جيدا دي بتوصف الفعل. هي هل هي تطبخ جيدا؟ Yes she does أو no she doesn't. بعمل إيه؟ بعمل مقص للفاعل لأداة الاستفهام والفعل والفعل اللي بعديها، تبقى هنا إيه؟ هنا does she، هنا تبقى إيه؟ تبقى she does. ودايما no معاها not، الناس اللي بتنسى دايما no معاها إيه؟ معاها not، no she doesn't. هنا بيقول لي لاحظ إن حرف الجر حرف S من الفعل عند السؤال بدز، بنحذف الإس طبعا دايما زي ما احنا قلنا، اي فعل يجي بعد دو داز وديد بيكون في المصدر. طب السؤال بيتكون من ايه؟ ذات استفهام، احفظ بقى ذات استفهام فعل مساعد فاعل فعل، قول معايا ذات استفهام فعل مساعد فاعل فعل، ذات استفهام فعل مساعد فاعل فعل. يعني ايه ذات استفهام؟ يعني وات وين وير، فاكرين الكلام ده؟ وات ما وماذا وين متى وير اين وهو يعني من ويتش ايهم وعندي هاو مني كم عدد وهاو يعني كيف، ذات استفهام. دو داز افعال مساعده رقم 2، رقم 3 الفاعل بيكون ايه؟ واحد من السبعه بتوعنا اي وي هي وشي وات ويو ويو زي، وعندنا كمان اسم مفرد واسم جمع، ده اسمه اسمه الفاعل، والفعل رقم 4 بيكون في المصدر لان في دوز دو دوز هنا بترجع الفعل للمصدر اهو. وات دو يو ستادي، ماذا انت تذاكر؟ السؤال بيتكون من ايه؟ اداه استفهام فعل مساعد فاعل فعل، اداه استفهام وات فعل مساعد دو الفاعل يو والفعل في المصدر عشان في دو هنا. طب هنا وير داز شي جو، اين هي تذهب؟ اداه استفهام فعل مساعد فاعل فعل، اداه استفهام فعل مساعد فاعل فعل. خلي بالك من تكوين السؤال عشان بيجي لنا في الديالوج. طيب خلي بالك بقى المضارع بسيط، بستخدمه في ايه؟ بستخدمه عشان اعبر عن حاجتين، يا اما فاكتس حقائق ثابته، يا اما عادات واحداث متكرره اللي هو روتين اليوم زي القوانين العلميه. هنا الحقائق الثابته زي القوانين العلميه والحقائق المرتبطه بالكون والطبيعه اهو. The sun always rises in the east، الشمس دايما تشرق من الشرق، طبعا دي حقيقه علميه ما فيهاش مشكله، اذا هستخدم هنا المضارع البسيط. طب العادات، مها جيتس اب ايرلي افري داي، عاده اهي مها بتصحى بدري كل يوم متعوده ده روتين. شي يوجوالي جوز تو سكول اون فوت، هي عاده بتروح المدرسه ماشي، حاجه بتكرر معاها كل يوم. طب هنا he often plays، هو كثيرا ما يلعب او غالبا ما يلعب فوتبول اون فرايديز، دي حاجه متعود عليها عادات متكرره كده. خلصنا الموضوع البسيط سهل جدا ما فيهوش اي حاجه.
تعالوا نشوف بقى كده يا جماعه اللي تشوز ونحل على الكلام ده، نطبق على اللي احنا شرحناه. مالتيبل تشوز، الاختيار من المتعدد. طبعا بيقول نمبر 1 هنا سلمى اولويز، ده مفتاح اهو، وسلمى اسم مفرد. هدور على ده هنا، دي التمرينات المحلوله. تعالوا نشوف التمرينات اللي مش محلوله الناحيه الثانيه. نمبر 1 نبيله اسم مفرد، لايك كوكينج، نبيله وهنا فعلا في المصدر. طيب ايه اللي بيجي بعد مصدر من الاربعه دول؟ دونت ودازنت، يبقى ازنت مش معانا ووازنت مش معانا. دونت مصدر ودازنت، مين بيجي مع المفرد؟ دازنت. خلاص حليت. نمبر 2 هاو داز، سامي اول ما الاقي داز في الفعل في الجمله دور على طول على الفعل في المصدر. اول ما تلاقي داز دو في الجمله فعل مضاف له، فعل بدون اضافات يا جماعه، فعل في المصدر، يبقى الاجابه هي كلمه ايه؟ كلمه فيل، ده المصدر بتاعه. تعرفوا ازاي؟ هتلاقي مضاف له اس شيل اس، ده المصدر، مضاف له ان جي شيل ان جي، هيرجع لك المصدر، ده اسمه فعل في الايه؟ في المصدر. نمبر، يبقى الجمله هاو داز سامي فيل، كيف يشعر، كيف سامي يشعر when his dad is at home، لما بابا يكون في البيت. نمبر 3 هي شوبينج every week، every week ده مفتاح اهو، كل اسبوع، مضارع بسيط، هي بيجي بعدها فعلا مضاف له ايه؟ مضاف له ايه؟ السمستر. حلينا خلاص، الموضوع سهل جدا. اي دونت، وانت مغمض، دونت بيجي بعدها فعل في الايه؟ فعل في المصدر يا مستر، دونت ودازنت مصدر من غير ما اكمل اهو. دونت ليسن، اي دونت ليسن تو ميوزك. طيب هاني لافز، هاني يحب الباسكت بول، يبقى هو ها هي بعد هي وشي وات فعل مضاف له اس يا مستر، برافو عليكم، يبقى اخد ايه؟ بليز. سهل جدا، المضارعه بسيطه يا جماعه، بعد هي وشي وات واسم مفرد فعل مضاف له اس، بعد اي ويو وي وذي واسم جمع فعل في المصدر، بسيط جدا ما فيهوش حاجه. نمبر 6 شي اولويز، شي اهو، شي فاعل مفرد، هو هي وعندي اولويز ده مفتاح من مفاتيح المضارع البسيط، يبقى بعد هي وشي وات فعل مضاف له ايه؟ ها اس او اي اس او اي اي اس، برافو عليكم، يبقى شي جوز، شي جوز، شي اولويز جوز تو هير ورك ايرلي، هي دائما تذهب لعملها بدري. 7 ذا باص اسم مفرد فاعل مفرد، ستوبس يتوقف، ده فعل مضاف له ايه؟ مضاف له اس، نير ماي هاوس جنب بيتي، ذا باص ستوبس نير ماي هاوس، دي لو كملناها من غير نقط تبقى جمله صحيحه، الباص يتوقف بالقرب من بيتي، بس هنا في فراغ يعني عايز نفي. طب الباص ده مفرد، ايه اللي بيجي مع ايه اللي بيجيش مع مفرد في دول؟ دونت يا مستر مش معانا، يبقى اختار من الثلاثه دول. طب ازنت بيجي بعدها مصدر او فعل مضاف له اس؟ لا مش معانا. طب دازنت بيجي بعدها اس؟ لا يا مستر، دازنت بيجي بعدها مصدر، يبقى دي مش معانا. اذا الاجابه هي كلمه ايه؟ نيفر، لان نيفر ما بترجعش الفعل لايه؟ لمصدر. نمبر 8 وير داز يور فريند داز، اول ما الاقي دو داز وديد مصدر على طول انت مغمض، ليف على طول انت مغمض. نمبر 9 ذا سان اسم مفرد، لو بدات الجمله بهي وشي وات اسم مفرد لازم ومضارع بسيط حط الفعل اس او اي اس او اي اس اهو. اس هيت، هيت يعني حراره، اس يعني نا، هيلبس اس يعني يساعدنا، جيف اس يعطينا، تيتشز اس يدرس لنا، هيت الحراره اند لايت والضوء، دي حقيقه علميه، يبقى ده مضارع بسيط. الشمس مفرد يبقى هدور على فعل مضاف له اس، ذا سان جيفز اس هيت اند لايت، الشمس بتعطينا الحراره، تعطينا جيفز اس الحراره والايه؟ والضوء. نمبر 10 ذي فاعل جمع، اي يو وي وذي واسم مفرد واسم جمع، يبقى فعل في المصدر او مضاف له اس. To school early، إلى المدرسة بدري، usually comes ولا usually come ولا أيوة. طيب بص واحدة واحدة نستبعد، هنا comes بضاف لها اس، ذي ما بيجيش بعدها اس، يبقى دي مش معانا. طيب usually come عادة يذهب أو عادة يأتي، ماشي، comes دي فيها اس أهي، يبقى دي مش معانا، يبقى أنا هختار من دول. عندي كلمة usually بتيجي فين usually دي؟ بتيجي قبل الفعل مش بعده، يبقى الإجابة هي usually come. خلاص؟ يبقى الكلمات الداله على المضارع البسيط اللي هي الكي ووردز بتاعتنا الخمسه اللي هي اولويز ويوجوالي وسام تايمز واوفن ونيفر بيجوا فين؟ قبل الفعل مش بعدين. نمبر 11 اوفر ا بليون بيبول، يعني اكتر من بليون بيبول او مليار بيبول، ها؟ تشاينيز از ذير فيرست لانجوج، التشاينيز اللغه الصينيه يعني، تشاينا اللي هي الصين
وتشاينيز معناها لغة صينية أو الجنسية الصينية. As their first language كلغة أولى لديهم. طيب Over a billion people يعني مليار شخص. ده اسم جامعة طبعا. الإجابة عندي هتبقى إيه؟ رقم 11. الإجابة عندي هتكون طبعا المليار شخص ده اسم جامعة. هناخد كلمة speak يتحدث فعل في المصدر. إذا بدأت الجملة دي بشيء وإنت واسم جامعة I و you و you واسم جامعة ناخد فعل في المصدر. طيب نمبر 12 هنا she بعده بص عملت لك في القاعدة واحد بسطاء أكيد بعده she و it و اس مفرد فعلا نضاف له اس خلاص يبقى she إيه she washes she washes her hand three times a day. ترجم كده هي بتغسل إيديها ثلاث مرات أو three times ثلاث مرات في اليوم. نمبر 13 I don't early on holidays. Don't ريك بعدها ايه مصدر يا مستر برافو عليك يبقى get up على طول get up. انا لا اصحى مستيقظ بدري يوم في اجازات. طيب an engineer المهندس اسم مفرد new schools مدارس جديده اسم المفرد يبقى فعلا نضاف له اس على طول يبقى builds يبني المهندس بيبني مدارس جديده. نمبر 15 we نحن بعد اي يو وي زي اسم جامع يبقى فعل في الايه فعل في المصدر وي لاف وي اول لاف كلنا بنحب اور كانتري فعل في المصدر دولتنا كلنا بنحب بلدنا. ويتش سبورت اي رياضه يوسف لايك تو دو. يوسف اسم مفرد ايه اللي بيجي مع المفرد هنا هاف لا ما بيجيش مع هاف دو ما بيجيش مع المفرد يبقى انا عندي هاز وعندي داز. طب هنا فعل في المصدر ايه اللي بيجي بعد مصدر داز يا مستر حليت خلاص كلام سهل كده. طب هنا she don't like fish she تاخد don't لا يا مستر بتاخد doesn't. سلمى plays always لا always بتيجي فين قبل الفعل زي ما اتفقنا يبقى always plays. خلاص طيب نمبر 3 I please I بيجي بعدها مصدر مش مضاف له اس كلام سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. I play drums the drums in a band انا بعزف على الطبول في فرقه موسيقيه. نمبر 4 mother always do ده mother ده اسم مفرد ما بيجيش بعديه مصدر بيجي بعديه فعل مضاف له اس او اي اس والفعل ده منتهي بO هضيف له ايه اي اس هيبقى mother always does. voluntary work at hospital بتعمل عمل تطوعي في المستشفى. نمبر 5 he ويوجوال ده مفتاح هي مش بيجي بعدها مصدر بيجي بعدها ايه ها فعلا مضاف له يس هي يوجوال بلاي فوتبول هو دايما بيلعب كره قدم. بليز دو يو لايك ريدنج يس اي ام لا هو سهل بايه سهل بدو يبقى يس اي دو سهل جدا ما فيهوش اي حاجه خلاص. ذي رايتس لا بعد يو بعد ذي بعد اي يو في يو ذي واسم جمع فعل في الايه فعل في المصدر يا مستر يبقى شيل اس يبقى رايت. نمبر 8 وير دو يور فادر ورك وير يور فادر ده مفرد يبقى مش هيجي معايا دو هنا هيجي معايا ايه هيجي معايا الفعل داز وير داز يور فادر ورك يعني اين والدك يعمل. خلاص كده خلصنا التدريبات بتاعه ليسون 3 و 4 الجزء الثاني. تعالوا نشوف الجنرال اكسرسايز او التدريب تدريب كامل على ليسون 1 و 2 كاملين. تعالوا نشوف مع بعض سوري تدريب كامل على ليسون 3 و 4 كامل تمام. تعالوا نشوف كده الديالوج بتاعنا بيقول ايه. حبيبه طبعا لازم اتفقنا زي ما اتفقنا هنقرا الجزء الاول بمنتهى الدقه ونترجمه. حبيبه is asking ندى about her family حبيبه بتسال ندى عن عائلتها تمام. فبتقول لها ايه بتقول لها حبيبة وير دو يو ليف حبيبة بتعيش فين يا حبيبة قالت لها اي ليف ان كايرو ها ماي فاميلي يبقى هناخد حرف الجر with ماي فاميلي مع عائلتي. هاف يو جوت ا براذر اور سيستر هل عندك اخوات او اخوان او اخوات قالت لها يس ايوه اي جوت ا براذر اي ايه انا عندي يبقى اي هاف جوت ا براذر عندي اخ. قالت لها not is his name طبعا جاء سهل جدا بتقولها today what is his name اسمه ايه قالت لها he is called علي هو يدعى او يسمى علي.
سيدة سألت لها is your hobby ندى؟ قالت لها I like to swimming. يبقى هنا what is your hobby؟ ما هي هوايتك؟ what is your hobby ندى؟ ما هي هوايتك يا ندى؟ قالت لها I like to go swimming. أنا أحب أن أذهب إلى السباحة. قالت لها goodbye ندى see you soon أو see you حبيبة. مع السلامة يا حبيبة. تعالوا نشوف كده القطعة بتقول لنا إيه. هنقرا القطعة بسرعة ونترجمها ونبدأ نحل عليها. أو summer is an orphan girl. summer بنت يتيمة. she went to live with her uncle Adnan who was a shepherd in the western desert. هي ذهبت لكي تعيش مع عمها عدنان الذي كان راعيا للأغنام في غرب مدينة غرب الصحراء. he lived in a small house and he had a lot of goats and camels. هو يعيش في منزل صغير وكمان هو عنده الكثير من الأغنام الكثير من الماعز والجمال. summer slept in a bed made from animals skin يعني جلد يعني. and drank goat's milk. يعني summer كانت بتنام في سرير مصنوع من جلد الحيوانات وكانت بتشرب لبن الماعز. she ate bread and cheese. هي كانت بتاكل ايه؟ الجبن والخبز. she made friends with a female camel which she called فلفلة. هي عملت صداقة يعني اتصاحبت على فيميل كامل. فيميل يعني أنثى. جمل أنثى. تمام؟ ناقة يعني. which she called اللي سمتها أو كانت تدعى إيه؟ فلفلة. كانت بتسمي الجمل بتاعها فلفلة أو الناقة بتاعتها فلفلة. طيب. she loved her. هي حبتها جدا. and they went on long walks. وهم مين هم دول؟ مين هم دول؟ سمر وإيه؟ والجمل فلفلة. سمر وفلفلة. طيب وهم ذهبوا للمشي لمسافات طويلة في الصحراء. سمر had a lot of adventures. سمر كان عندها مغامرات كتيرة in the desert في الصحراء. she loved the life of desert. هي كانت بتحب حياة الصحراء and mountains والجبال. number one give a suitable title for ذا باسج. اول ده بيجي لك السؤال ده جه عليك ما كانش عندك السنه اللي فاتت. بيقول لك انا اعطي سيتابل معناها ايه؟ مناسب. تايتل عنوان. اعطي عنوان مناسب للايه؟ للباسج. باسج يعني الايه؟ القطعه. خلاص؟ اعطي عنوان مناسب للقطعه. هنسميه اديها عنوان. هنسميها ايه؟ مثلا ذا ديزرت لايف، حياه الصحراء. مثلا اي حاجه ممكن تقول the orphan and the camel يعني البنت اليتيمه والجمل. summer and the orphan. summer and the camel. summer والجمل. او summer and فلفله. اي عنوان يعجبك. مش هيقول لك اي حاجه. خلاص اي عنوان يعجبك. تمام. طيب what does عدنان have. هو عدنان عنده ايه؟ he has a lot of goats and مش موجوده هنا. he has a lot of. هو عنده he has a lot of. مش هجيب من عنده. he has a lot of goats and camels. موجوده في القطعه. goats and camels. number 3 what does you think of life in the desert. ايه رايك في الحياه في الصحراء؟ هتقول ايه؟ الحياه في الصحراء exciting او I think it is good أو I think it is hard. قول رأيك. وأنت حر في رأيك. هتقول I think. ما هي كلمة what do you think يعني ما رأيك. I think it is. قول لي الرأي اللي يعجبك بقى. good bad exciting. عايز سهل نفسك. I think it is good. أعتقد إنها حياة جيدة أو a good life. ممكن تحط A وتحط هنا كلمة life. أو I think it is exciting life. أعتقد أنها حياة مثيرة. أو I think it is a hard life. أعتقد أنها حياة صعبة. زي ما أنت عايز تكتب اكتب ده رأيك وأنت حر فيه. طيب نيجي هنا للي تشوز. هنا the underlined pronoun. pronoun عن ضمير يعني. يعني الضمير تحت خط اللي هو زي ده. يشير لمين؟ ارجع للجملة اللي قبلها. she loved her
اللي قبلها هنا ايه اهو، هي كانت بتروح هي وفي هي وفي الفيلة، عندها صاحب جمل انثى صاحبتها اسمها في الفيلة، شي لافد هير، هي حبتها جدا، اند ذي وهم، يبقى المقصود بمين هنا؟ بذي في الفيلة وصاحبتها او البنت وفي الفيلة، يبقى هنا المقصود بيها بذي سمر ولا عدنان ولا فلفله ولا اي وسي. طبعا الاجابه ايه وسي، اللي هي مين؟ سمر وفلفله. نمبر 5، ذا وورد اورفان، الكلمه اورفان دي معناها ايه؟ قلنا اورفان يعني يتيم، معناها ان هو هاز نو مادر نو فادر اور مادر، ما عندوش ولا اب ولا ام، ولا هاز نو فريندز ما عندوش اصدقاء، ولا هاز نو سيسترز ما عندوش اخوان اخوات، ولا هاز نو برادر ما عندوش اخوان. طبعا هنا الاجابه هي ما عندوش ولا اب ولا ام. نمبر 6، فلفله ايز ا كامل، فلفله دي جمل ايه؟ ميل ولا فيميل ولا باد ولا بيبي؟ بيبي يعني طفل صغير، باد يعني سيء، فيميل يعني انثى، وميل يعني ذكر، طبعا فلفله دي ايه؟ انثى. خلاص اهم حاجه نقرا القطعه ونترجم قبل ما نحل، تمام؟ طيب نيجي للتشوز هنا نكمل. نمبر 1، ها يو كان جيت وول فروم، يمكنك ان تحصل على الصوف منين؟ طبعا هحصل عليه من الخروف، من الشيب. جيرافز زرافات، اليفانتس الافيال، وعندي تايجرز النمور، جمع نمر. نمبر 2، سليبنج ان از سام تايمز كومفورتبل، النوم فيه احيانا بيكون مريح، النوم في البول، حمام السباحه، الاتيك، الصندره، الستريت في الشارع، السيركس، السيرك طبعا في الصندره. نمبر 3، he goes to the، هو يذهب الى ايه؟ to catch his plane، عشان ياخد طيارته to Paris on Sunday، بيروح فين عشان ياخد الطياره؟ طبعا بيروح المطار، والمطار يعني airport، pavement رصيف، وستيشن معناها المحطه، وبورت يعني ميناء. نمبر 4، living in the desert، الحياه في الصحراء، has a lot of، طبعا فيها الكثير من المغامرات، adventures المغامرات. انما houses منازل، رومز حجرات، وشيب خرفان، طبعا حياه الصحراء فيها مغامرات. طب نمبر 5، ندى doesn't بعد دو does و did في مصدر يا مستر، بعد don't و doesn't و didn't مصدر يا مستر، يبقى ميك على طول فعل في المصدر. نمبر 6، هايدي از ان، هايدي دي بنت ايه؟ شي هاز نو فادر اور مادر، ما عندهاش ولا اب ولا ام، يبقى طبعا يتيمه، اللي هي كلمه ايه؟ اورفن يعني يتيمه. unkind يعني مش طيبه، cold سوري old عجوزه كبيره في السن، ugly قبيحه عكس beautiful. نمبر 7، he clever and helpful، ها هنا he clever and helpful، طبعا انا عندي هنا طبعا verb to be اللي هو is، زي شايفينها is اهي، وادي is وادي is وادي is. طب احنا اتفقنا ان دايما الكلمات الداله على المضارع البسيط تيجي فين؟ تيجي بعد am و is و are، بعدها يبقى الاجابه مفيش غير هي رقم ايه هي اللي صح، ان اولويز جايه بعد ايه؟ بعد از، يبقى هي از اولويز، لكن هنا اولويز بعدها از، وهنا نيفر بعدها از، لا 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 از الاول وبعد كده المفتاح بتاعه. خلاص نمبر 8، هايدي از فيري ساد، هايدي حزينه جدا، تو بي لانها فروم هير جراند فادر، عشان هي ايه؟ عشان هي بعيده، تو بي اواي لانها بعيده عن جدها، بعدت عنه وراحت المدينه. طيب عندي رقم 9، اون سانديز كل يوم حد، وي سويمينج، طبعا الفعل دايما يجي بعد اي ان جي، الفعل جو، وي جو سويمينج، نذهب للسباحه، وي جو سويمينج. نمبر 10، ويتش هوبي علي لايك دوينج، ويتش هوبي ده استفهام، وعلي ده اسم مفرد، ايه اللي بيجي مع الاسم المفرد في الاربعه دول؟ مفيش غير هي واحده، داز، دايما اللي بيجي مع الاسم المفرد هي وشي وات والاسم المفرد، اللي بيجي قصدي اللي بياخد داز قصدي هي وشي وات والاسم المفرد، اما اللي بياخد دو اي ويو وي وذي والاسم الجمع، قلناها كتير جدا واحنا بنشرح، اعتقد احنا حفظناها يعني. نمبر 4، هي دازنت وونت تو، هي دونت وونت تو ستي هير، طبعا هي مش بتاخد معاها دونت، بتاخد معاها يا مستر دازنت. هي ليف من غير ما كمل، هي بيجي بعدها مصدر، لا 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 مستر، بيجي بعدها اس، يبقى ليفز، هي ليفز ان سمول هاوس ان ذا ماونتينز، هو بيعيش في بيت صغير في الجبال. نمبر 3،
on Fridays كل يوم جمعة يبقى ده عادة حاجة متعود أعملها. We don't goes لا يا مستر don't هو مصدر ما أنت لسه قايلين عليها من شوية يبقى don't go هشيل من الفعل إيه الإي إس خلي بالك مش هشيل إس بس لأن الفعل go مضاف له إي إس هشيل الإس بس يبقى go هشيل سوري هشيل الإي إس وأرجعها لمصدرها اللي هو go. آخر جملة water boiling when we heat it المية بتغلي عندما نحن نسخنها دي اسمها ايه؟ اسمها حقيقة علمية يا مستر. طب الحقيقة العلمية مضارع ايه؟ مضارع بسيط يا مستر. طب المفوتر ده مفرد ولا جمع؟ مفرد يا مستر. اذا ما بيجيش بعدها ان هي يجي بعدها فعلا مضاف له ايه؟ مضاف له اس boils خلاص؟ يبقى we boils water water sorry water boils when we heat it الماء يغلي عندما نسخنه هنشيل اي ان جي ونحط كلمه boils اس هنشيل اي ان جي ونحط اس خلاص. اخر جزئيه عندنا هيكتب باراجراف من 80 كلمه عن الفلنتر وير ده محدود في صفحه 327 هتقراه كويس وتعيده مره واثنين وثلاثه وتقفل الكتاب وتكتب انت من دماغك احفظ الكلمات ويعرف الجمله بتتكون من ايه وانت تعرف تكتب باراجراف بمنتهى السهوله. احنا شرحناها قبل كده وهنشرحها تاني قدام كذا مره هيجي لنا باراجراف ان شاء الله وهنشرحه عشان بس الفيديو طول معانا. هتبص عليه انت في صفحه 327 في الكتاب المعاصر وابدا اقراه وترجم الكلمات وابدا اقفل وحل لوحدك تمام. كان معكم مستر اسماعيل حلمي اتمنى تكونوا فهمتوا يا شباب واستوعبتوا الدرس ولو حد عنده اي حاجه عايز يقولها لي ابعتها لي في الكومنتس. كان معكم مستر اسماعيل حلمي يا ريت ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للفيديو بتاعنا تعملوا مشاركه وتعملوا اعجاب للفيديو وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان لما ينزل فيديو جديد تعرفوا. شكرا لكم يا شباب وكان معكم مستر اسماعيل حلمي اتمنى لكم التوفيق والتفوق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.